السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، مهنة طباعة وصباغة وتجهيز المنسوجات في مراجعة مادة الآلات. هنبدأ مع بعض بمراجعة مادة الآلات. مادة الآلات من المواد البسيطة جدا عندنا، وغالبية الآلات اللي احنا بنتكلم عنها بتنقسم إلى شقين. الشق الأول بنتكلم عن ماكينات الطباعة، والشق الثاني بيتكلم عن ماكينات التثبيت لهذه الماكينات. وماكينات التثبيت مش بتشمل التثبيت للطباعة بس، دي بتشمل التثبيت للطباعة والصباغة زي ماكينات التبخير ومشتقاتها. هنبدأ مع بعض بماكينات الطباعة. ايه هو تعريف الطباعة وايه هي عملية الطباعة؟ تعريف الطباعة هي عملية صباغة موضوعية ولكن في أماكن محددة. يعني أنا لما باجي أتكلم عن الطباعة بتكلم عن ان انا عندي تصميم، التصميم ده فيه الوان وفيه اشكال وفيه حاجات زخرفيه جميله جدا. الحاجات دهيت انا عايز انزلها بشكل معين بس في مكان معين على القماش. الفرق ما بين عمليه الطباعه والصباغه ان الصباغه بتنزل في القماشه كلها، لكن في الطباعه بنزلها في اماكن محدده تبعا لوسيله انتقال بتنقل اللون من المحلول الى المنسوج، ولكن في مكان محدد اللي هي بتبقى وسيله الطباعه المتبعه عندنا. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده ايه هو تعريف الطباعة. تعريف الطباعة هي عملية صباغة موضعية، ده بالنسبة للتعريف. يبقى ما يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي ما هو تعريف الطباعة، اقول له هي عملية صباغة موضعية ولكن في اماكن محددة. الغرض منها بقى ان زي ما قلنا كده اللي احنا ننفذ الرسومات الزخرفيه اللي موجوده عندنا على المنسوجات بتاعتنا، وده بيرفع من قيمه المنسوج بتاعي وبيسهل تلبيه احتياجات المستهلك وتلبيه احتياجات سوق العمل. طيب ايه هي الاساليب المختلفه لماكينات الطباعه؟ هنبدا باول اسلوب عندنا وهو طباعه القوالب اليدويه. اسلوب طباعه القوالب اليدويه ده اسلوب قديم شويه، هو عباره عن قالب. القالب ده هو بنجيبه وبنحفر عليه، نحفر عليه برسومات معينة نشوفها كده مع بعض. عبارة عن قالب خشبي محفور عليه بالحفر البارز لتصميم زخرفي مطلوب بطباعته بأيا كان الشكل بتاعي، زي بالشكل اللي احنا شايفينه دهوت. ده عبارة عن قالب خشبي، والقالب دهوت بيبدأ اتنقل بيه من مكان لمكان على سطح الخامة، والتقلب من مكان لمكان دهوت عشان اقدر انقل التصميم بتاعي وابدأ املأ القماشة بتاعتي بالتصميم المطلوب طباعته. بعد كده الطباعة بالألواح المعدنية اللي هي الدق، بالشكل هو عبارة عن لوح معدني محفور عليه تصميم ومفرغ وبينقل اللون إلى القماش بواسطة إسفنجة بالدقة على الجزء المفرغ. وده بيبقى عبارة عن زي الستنسل كده، بس بدل الستنسل بيبقى بلاستيك أو بيبقى مثلا ورق مقوى، لا ده بيبقى عبارة عن لوح معدني وببدأ أشتغل بيه بالفرشة والألوان وأبدأ بالسفنجة وأبدأ أنقل التصميم بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بيبقى مفرغ زي ما انتم شايفين هنا كده اهو، مفرغ بالشكل ده هو، وببدأ أنقل بيه السفنجة بتاعتي اللي فيها اللون اللي أنا حاطط فيها اللون وأبدأ أطبع بيه على مستوى سطح القماشة ككل. بعد كده طباعة بالبروتين، ودي كانت مقدمة لطباعة الشابلونات. طباعة البروتين دي كان مستخدم في زمان وهي طريقة قديمة توصلنا إليها عن طريق استخدام الشابلونات السطحية، ودي طريقة قديمة شوية. دي بتبقى بعبارة عن عندي في بعض الأقمشة بتنزل ليها مسام، والمسام ده بتبقى واسعة شوية بقدر أنزل منها اللون، فبسد هذه المسام على حسب التصميم اللي أنا برسمه على الخامة بتاعتي وببدأ أشتغل بيها. دي اسمها طباعة البروتين. وبعد كده عندي السلندرات المحفورة ذات الدرافيل الدائري، ودي عن طريق الضغط. والموضوع ده مهم جدا جدا عندي، وهي عبارة عن اسطوانة. الاسطوانة دي بتبقى معمولة من المعدن، وعندي في الاسطوانات هنا هوت عندي نوعين من انواع الاسطوانات المعدنية. في عندي نوع اسمه الاصم وفي عندي نوع اسمه القشرة. ايه الفرق ما بين الاصم والقشرة؟ الاصم اللي هو بيبقى الاسطوانة كلها من النحاس، اما القشره بتبقى الاسطوانه من المعدن الصلب وعليها طبقه صغيره من النحاس، عشان كده سميت بالقشره. تمام، ده اسمه الطباعه بالسلندرات، هنشرح بيها باستفاضه. الطباعه بالسلندرات محفوره راسيه، ودي تميز بالسرعه العاليه، واسطوانه الطباعه بتشتغل بالضغط. وعندي بقى ماكينات الطباعه، هنبدا بماكينه. لو قلنا نتكلم احنا في الماكينات بالذات او في ماده الالات بالذات، مش هنقرا اسئله على قد ما ان احنا هنشرح الماكينه، واحنا لو فهمنا الماكينه كويس جدا هيبقى اي سؤال يجي لنا عن الماكينه ديت هنقدر نجاوب عليه بشكل مستفيض او بشكل واضح.
لكن خلي بالك مهم جدا جدا، ماده الالات مختلفه شويه يا شباب عن ماده العمليات. ماده العمليات بتبقى الاسئله بتاعتها 1 2 3، لكن ماده الالات لازم ابقى فاهم المكنه كويس جدا عشان اي سؤال يجي لي يخص المكنه اقدر اجاوب عليه، لان ده الغرض منك اساسا. الغرض من او الغرض من تدريس الماده ديت ليك ايه؟ انك انت تعرف تشغيل المكنه واسلوب تشغيلها وايه كل جزء فيها مسؤول عن ايه، ولو في عيب حصل معاك في الخامه ايه سببه لو كان من الماكينه، اني جزء في الماكينه بالظبط اللي بيدي لك هذا الجزء او هو اللي سبب في هذا العيب. ده الشكل بتاع ماكينه الطباعه. عشان كده انا دايما بحب اما بنشرح على ماكينه الالات نحب نشرح على الرسمه بتاعتنا. ده ماكينه الطباعه بتاعتي اللي بالاسطوانات النحاسيه. ده الشكل العام بتاعها. عندي السير اللي هو الكاوتشوك ده اللي موجود قدامي، السير ده بيمشي معاه القماش اللي هو موجود بالاحمر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. الاحمر اللي موجود ده عباره عن السير بتاع القماش، وده السير بتاع الكاوتشوك، وده قلب الماكينه اللي موجود عندي اللي بيشتغل بالطباعه عندي او الاسطوانه اللي موجوده عندي. يبقى ده قلب الماكينه، وادي السير الكاوتشوك، وادي السير بتاع القماش. فيجي حد يسال، طب يقول لك طيب الله، ما احنا بنطبع فين؟ اهي الاسطوانات بتاعه الطباعه اهي موجوده اهي في الثلاث احواض دهيت. انا عندي مثلا نفترض ان انا هطبع تصميم 3 لون، اصفر وازرق واحمر. ادي الاسطوانه الصفراء دهيت اللي فيها اللون الاصفر، وادي الاسطوانه الحمراء الزرقاء اللي فيها اللون الازرق، وادي الاسطوانه الحمراء اللي فيها اللون الاحمر. اللي بيحصل ان الفرش اللي موجوده هنا بتحط اللون على الاسطوانه اللي موجوده دي، يبقى الفرش اللي هنا بتحط اللون على الاسطوانه دهيت، والاسطوانه دي تبدا تضغط على القماش اللي موجود ده. طيب ايه اللي هيمتص الضغط ده؟ اللي هيمتص الضغط ده قلب الماكينه والسير الكاوتشوك. يبقى قلب الماكينه والسير الكاوتشوك هم اللي هيمتصوا الضغط بتاع اسطوانه النحاس اللي هي بتبدا تزق من هنا. طيب ده تقريبا الشكل بتاع الماكينه. وبعد كده هو عندي دي الجزء اللي هنا ده الجزء الخاص بالغسيل بتاع المكنه. والجزء الخاص بتاع الغسيل بتاع المكنه ده بيعمل ايه؟ انا طبعا بعد ما طبعت في الوان بتبقى موجوده عندي على السير الجلد ده. السير الجلد ده بيبقى فيه الوان موجوده عنده. طيب الالوان ده هيت لو جت على القماش الجديد هتلطش وهتعمل لي تلطيش في عمليه الطباعه. طيب ايه اللي بيحصل؟ ان بيجي في جهاز الغسيل هنا يحصل الفرش هنا دي تبدا تغسل السير الجلد ده وتنزل من عليه الالوان اللي موجوده عليه، وبعد كده يحصل له عمليه تجفيف، وبعد كده يخش يتلزق عليه القماش من جديد ويبدا يطبع، وهكذا طول عمليه الطباعه طول ما هي شغاله. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الماكينه دهيت وايه هي الاجزاء بقى المكونه للماكينه. احنا تقريبا شفنا اليه العمل بتاعه الماكينه وازاي بتشتغل. اول حاجه اسطوانه الضغط اللي هي قلب الماكينه اللي احنا بنتكلم عليها دهيت دي اسمها اسطوانه الضغط، تمام. بعد كده جهاز طبع الالوان، وده بشكل اوضح شويه يعني ادق اللي احنا بنتكلم عليه. ادي الالوان اهي بتاعتي، ادي اللون مثلا ده الاخضر، ده اللون الازرق، ده اللون الاحمر، ودي الفرش دي اللي بتحط من الحوض بتاع الالوان تبدا تحطها على الاسطوانه بتاعه اللون، وتبدا الاسطوانه بتاعه النحاس ده هي تبدا تضغط على قلب الماكينه اللي احنا بنتكلم عنه وتبدا عمليه الطباعه، وده جهاز طبع الماكينات. طيب قلنا ان احنا عندنا يمكن بالنسبه للمكنه دهيت احنا عندنا الاسطوانه بتاعه الطباعه، قلنا عندنا نوعين من انواع الاسطوانات، نوع اسمه الاصم ونوع اسمه ايه القشره. طيب اسطوانات النحاس لما باجي ايه هي بقى المراحل اللي بتشتغل معايا عشان اقدر احدد عمليه الطباعه دي، او ايه هي اليه التشغيل بتاع عمليه الطباعه في الاسطوانات النحاسيه؟ اول حاجه يعني ممكن يجي لي سؤال يقول لي ايه هي اليه التشغيل. معنى ان هو بيقول لي اليه التشغيل ده مش معناه ان انا هكتب كل الخطوات، لا ده معناه ان انا عايز اكتب بقى رؤوس الموضوعات. يعني رؤوس الموضوعات ان انا اعد الاسطوانه بتاعه النحاس، او اعمل اعداد لاسطوانات النحاس، احضر الرسم، ابدا انفذ، اطبع، بعد كده اغطي اسطوانات النحاس بطبقه النيكل كروم، وبعد كده اعمل عمليه القرض. كل الخطوات ديت نقط، ده لما يجي يقول لك عليه. لكن لو جالك بقى سؤال بيسالك عن نقطه معينه فيهم هتبدا تشرحها. طيب نقول كل نقطه فيهم. اول حاجه اعدادات اسطوانه الطباعه. ازاي بعد اسطوانه الطباعه؟ اعداد اسطوانه الطباعه ده مهم جدا جدا، ان انا بحضر اسطوانات على قد عدد التصميم، يعني او مش على قد عدد التصميم، على قد عدد الوان التصميم، على قد عدد الوان الايه التصميم. الوان التصميم عندي مثلا 4 لون، يبقى انا هعد 5 اسطوانات؟ لا، هعد برضو 4 اسطوانات. طيب الوان التصميم 3 لون، يبقى هعد 3 اسطوانات.
ما بعدش لا ازيد ولا اقل. تمام. حاجه تانيه، عرض الاسطوانه لازم يبقى على قد عرض التصميم. يبقى عرض الاسطوانه بتاعتي يبقى لازم يبقى على قد عرض الايه؟ التصميم. ما جيش حد يقول لي لا ده انا عرض الاسطوانه لازم يبقى على قد عرض القماش. لا انا مش دعوه بالقماش، انا ليه دعوه بالتصميم بتاعي. عرض الاسطوانه لازم يبقى على قد عرض الايه؟ التصميم بتاعي. ده حاجه. الحاجه الثانيه، محيط الاسطوانه لازم يبقى مساوي لعرض التصميم. يعني ايه محيط الاسطوانه يبقى لازم يساوي عرض التصميم؟ الاسطوانه دي فيها استداره بالشكل ده. طيب انا لو فردتها بقى ليها عرض، يعني انا لو انا الاسطوانه مدوره كده تمام، يبقى انا لو انا فردتها بقى ليها ايه؟ عرض. العرض ده لازم يبقى على قد عرض التصميم بتاعي. ليه؟ عشان ما يحصل التكرار وهو بيطبع على مستوى القماش، التكرار دوت ما يعمليش يحصل فيه ركوب او يحصل فيه فراغ ما بين التصميمات وبعضيها، فلازم يبقى عرض الاسطوانه على قد عرض القماش. تمام؟ عرض الاسطوانه على قد عرض التصميم. وكل اسطوانه بتنقل لون واحد بس طبعا، والاسطوانه بقدر احلقها لاعلى واسفل، ومحيط الاسطوانه بيبقى قلنا لازم يبقى نفس مساوي لمحيط التصميم. والاسطوانه ممكن اشتغل عليها حوالي 50 مره، يعني انا ممكن اشيل اللون واعملها واشتغل بيها تاني واشيلها واشتغل بيها تاني حوالي 50 مره، بعد كده بيبقى النحاس اتاكل وما ينفعش اشتغل عليه مره اخرى. طيب الاعمده الحامله للاسطوانات بتبقى مصنوعه من الحديد الصلب المصحوب على الساخن حتى تقاوم الضغط وتكون اطول في الاسطوانه بحوالي 45 سنتي. يعني في عمود بيخش جوه الاسطوانه، العمود ده هو عشان يقدر يشيلها، العمود ده بيبقى مسحوب من الداخل وبيبقى حوالي ازيد من طولها ب 45 سنتي عشان يقدر ارفع منه عمليه الاسطوانه واقدر احطه على الكرسي الخاص بيه عشان يقدر يلف بعد كده بالاسطوانه. بعد كده نيجي لحاجه مهمه جدا وهي سكينه ازاله اللون الزائد من عمليه الطباعه. انا عندي بعد ما عديت الاسطوانات بعمل ايه؟ بعد ما بعد الاسطوانات بتاعتي ببدا اعمل لها عمليه تطهير عشان لو في اي مشاكل موجوده على الاسطوانه ببدا اشيل هذه المشاكل. مثلا في اي مثلا مواد مش مرغوب فيها، في بقى بعض الكائنات الدقيقه اللي انا ممكن ما اكونش شايفها وبعد كده تعمل لي فيها مشاكل في الطباعه، بعملها بمحلول التطهير، ببدا اطهر الاسطوانات بتاعتي. طيب انا طهرت الاسطوانات، انا الاول عديت الاسطوانات وبعد كده عملت لها عمليه تطهير، وبعد ما عملت لها عمليه تطهير بعمل ايه؟ ببدا احط بقى الفيلم عليها، سواء كنت عامل تصوير فوتوغرافي او هحط الفيلم وابدا اعرضه للضوء او احط بيه طبقه من الحساس موجوده على الاسطوانه ديت عشان ابدا احط الفيلم واعرضه للضوء، او لو كنت مثلا هحفر بالبنتوجراف او ايا كان طريقه الحفر اللي عندي. يبقى انا بعد ما عديت الاسطوانه وشلت عليها عملت لها عمليه تطهير وبعد كده خلينا في الماده الحساسه، هندهن الاسطوانه بالماده الحساسه واستنى لما تجف، وبعد كده ببدا احط التصميم بتاعي اللي مناسب عرضه لي او مناسب عرضه لمحيط الاسطوانه بتاعتي. طيب لفيت الكلام دوت وحطيت الحاجه، ببدا اعرض للضوء. طبعا اما اعرض للضوء ايه اللي هيحصل؟ الاماكن اللي هي تعرضت للضوء هيحصل لها ايه؟ هتتصلب. طب والاماكن اللي كانت سودة وما تعرضتش للضوء ايه اللي هيحصل لها؟ لما اجي احط عليها مية هبدا الاقيها تنزل. طيب بعد كده بنتقل لعملية تانية وهي عملية القرض. عملية الايه؟ القرض. عملية القرض ده معناه ان انا اللي عندي بقى في اجزاء من النحاس كده عريانة او مش محطوط عليها المادة بتاعت الحساس. بعمل ايه في الكلام ده؟ هو بحطها في طبقة من كلوريد الحديديك وحمض الناتريك. بحطها في طبقه من كلوريد الحديديك وحمض النيتريك. حمض النيتريك بيعمل ايه؟ بيوسع الحفر. وكلوريد الحديديك بيعمل ايه؟ بيعمق الحفر. يبقى كلوريد الحديديك بيعمق الحفر وحمض النيتريك بيوسع الحفر. تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان كل الاجزاء اللي متغطيه لا كلوريد الحديديك ولا حمض النيتريك هيأثر فيهم. طب وكل الاجزاء اللي هي المكشوفه اللي هي وقعت بقى التصوير اللي هي تعتبر التصميم كده بقت عندي هتبدا يحصل لها عمليه تآكل. طيب اتاكد انها اتاكلت بشكل جيد، وبعد كده بعد ما اتاكد اروح بطلعها بحطها في حوض غسيل، بغسلها واشيل بقى من عليها الماده الحساسه اللي موجوده عندي. هيبقى الاماكن اللي هي اللي انا تعرضت لها للتاكل ديت او عمليه القرض ابتدت تتاكل موجوده في النحاس. طب لو في اي خدوش او شقوق ببدا اعالجها، وبعد كده بغطيها بطبقه من النيكل كروم. بغطيها بطبقه من النيكل كروم، بجلفنها يعني. عشان ليه بجلفنها؟ عشان النحاس من المعادن اللي بتتاثر بشكل كبير جدا بالمواد الكيميائيه، فعشان كده بغطيها بتبقى من النيكل كروم عشان اعزلها عن المواد الكيميائيه اللي انا هستخدم فيها او اللي انا هستخدمها بعد كده في عمليه الطباعه. ويبقى كده بقى عندي الاسطوانه جاهزه لعمليه الطباعه. طيب الاسطوانه جاهزه لعمليه الطباعه، ببدا اركب الاسطوانه على جهاز الطبع بالخطوات اللي هنشوفها مع حضراتكم.
جهاز الطبع بيبقى عبارة عن حوض. الحوض ده هو يمكن احنا شفناه في السلايد اللي قبل كده، هنشوفه اهو مع بعض، هنرجع له تاني. السلايد ده هو اهو جهاز الطباعة اهو، بيبقى عبارة عن حوض. الحوض ده هو بيبقى فيه اللون بتاعي، وبعد كده الفرش، وادي الاسطوانة اللي انا عدتها ليه عملية الطباعة. الفرش ده يبقى بتاخد اللون وتبدأ تحطه على الاسطوانة، وبيبقى فيه بقى عند الفرشة هنا، وده مهم جدا، بيبقى فيه سكينة لإزالة اللون الزائد. يعني أنا الفرش هنا بتطلع كميات طبعا لون كبيرة على اسطوانة الطباعة، فطبعا اللون ده بيبقى فيه عايز أزيل الزايد منه. فأزيل الزايد منه إزاي؟ بسكينة تسمى سكينة إزالة اللون، تمام. وكمان في موجود هنا بقى، بس السكينة ديت في سكينة اسمها إزالة الوبرة. نخلي بالنا بقى من نقطتين ممكن يكون في الامتحان، ما هو الفرق بين سكينة إزالة اللون وسكينة إزالة الوبرة؟ سكينة إزالة الوبرة يا شباب حركتها حركة ثابتة، حركة إيه؟ ثابتة، تمام. ليه حركة ثابتة؟ لأن لو وبرة عدت وأنا بطبع هتعمل لي مشاكل كبيرة جدا في عملية الطباعة. يبقى نعيد تاني، سكينة إزالة الوبرة هي سكينة الحركة بتاعتها حركة ثابتة. ليه حركة ثابتة؟ عشان لو أي وبرة عدت هتبص الاقيها تعمل لي مشاكل في عمليه الطباعه. طيب بالنسبه بقى لسكينه ازاله اللون، سكينه ازاله اللون اللي هي موجوده هنا دي، سكينه ازاله اللون دي حركه تردديه. ليه؟ لان لو هي مش بتحرك حركه تردديه يبقى ايه اللي هيحصل؟ انها هتبدا تجرح في اسطوانه الطباعه، ولو جرحت في اسطوانه الطباعه مش هعرف استخدمها في عمليه الطباعه. يبقى سكينه ازاله الوبره اللي موجوده على القماش حركتها حركه ثابته، سكينه ازاله اللون، سكينة إزالة الوبرة اللي موجودة على القماش حركتها حركة ثابتة، سكينة إزالة اللون حركتها حركة ترددية، تمام. يبقى احنا هنرجع للصيب بتاعنا تاني اهو. سكينة إزالة اللون تصنع من الصلب او الالومنيوم، سكينة إزالة اللون اللي هي حركة ترددية، تكون سكينة إزالة اللون حركة ترددية. ليه؟ اهو بنقول علل ليه، عشان ما تعملش تآكل لاسطوانة الطباعة. سكينة إزالة الوبرة تصنع من النحاس الأصفر وتكون حركتها حركة ثابتة عكس اتجاه القماش، ثابتة وعكس اتجاه الإيه؟ القماش، وعكس حركة الأسطوانة. ليه بقى؟ عشان تزيل الوبرة العالقة من على سطح القماش وتبقى حركة ثابتة. يبقى عرفنا إيه الفرق ما بين سكينة إزالة اللون وسكينة إزالة الوبرة، ده سؤال مهم جدا. حوض اللون قلنا إن هو حوض بيبقى مصنوع من الصلب الذي لا يصدأ عشان ما يتأثرش بيه المواد الكيميائية اللي موجودة في الماكينة، والفرش بتبقى مغمورة في اللون وبتبقى ملامسة للاسطوانة عشان تقدر تحط اللون على الاسطوانة. البطانية بقى الكاوتشوك اللي نهائي تتكون من عدة طبقات من الكاوتشوك لتتحمل الضغوط العالية وتكون مشدودة أسفل القماش عشان تقدر تتحمل الضغط. ليه بحط بطانية كاوتشوك تحت القماش؟ عشان يقدر يتحمل الضغط بتاعة اسطوانة الطباعة النحاس. ده جهاز الغسيل اللي احنا كنا لسه بنشرح فيه، وقلنا ان جهاز الغسيل فيه فرش، والفرش ديت عشان تغسل البطانية عشان لو جه عليها اي الوان موجودة على القماش، وفي نفس الوقت بيبقى فيه المحلول بتاع الغسيل وفرش تنظيف وفرش بودرة. الفرش البودرة ديت عشان بعد ما بيجف القماش ببدر القماش عشان يبقى سهل وناعم في عملية التشغيل. جهاز التجفيف بقى بعد ما بخلص طباعة، بيبقى جهاز التجفيف ده بيتم تجفيف القماش المطبوع في حجرة جدارها عازل. طبعا جهاز التجفيف ده هو بيبقى عندي ممكن يبقى ملحق به هذه الماكينة نوعين من أنواع التجفيف، في جهاز تجفيف مباشر اللي هو بيجفف فقط، وفي بعض في أحيانا بيخش على ستيمر. والستيمر لو أنا أحط جهاز ستيمر من غير، في نقطة مهمة دي برضه، دي مهمة نقطة محورية جدا، إن أنا لو أنا أحط جهاز ستيمر مباشرة ل المكنة، يعني انا عندي القماش اول ما بيخرج من الماكينة بالشكل ده حلو، لو انا احط له جهاز تجفيف على طول، جهاز تجفيف مفيش مشكلة. يبقى ليه بقى؟ لان جهاز التجفيف ده بيبقى بهواء ساخن، تمام. وبعد ما بخلص جهاز التجفيف بيبقى فيه بعديه ستيمر او جهاز بخار عشان يدي للقماش بخار مية، ويبدأ الصبغة بتاعتي تبدأ تتغلغل داخل القماش. طيب لو انا ما عنديش جهاز التجفيف ده او الجهاز ده عطلون، هل ممكن احط ستيمر على طول او جهاز المبخرة؟ ممكن، بس لازم لو في الحالة ديت لازم الجهاز بتاع البخار يبقى بعيد بشكل كبير عن القماش لما يطلع. ليه بقى؟ عشان ادي فرصة لتهوية القماش وان هو يجف من الهواء الجوي. الحتة دي مهمة جدا جدا جدا، ومهمة وتقنية مهمة في عملية الصناعة، ان جهاز البخار لو انا احط بخار بس من غير جهاز تجفيف
يبقى لازم يبقى بعيد عشان ادي فرصه ان القماش يجف على الاقل وما يحصلش عمليه ترطيش. وطبعا يفضل بل بالعكس ده لازم وواجب ان يبقى فيه جهاز تخفيف قبل جهاز البخار. طب تعالوا نشوف مكونات جهاز التخفيف كده. لو جه سؤال قال لي ايه هي مكونات جهاز التخفيف اللي موجوده عندي، بيتم تخفيف القماش المطبوع في حجره جدارها عازل من الحراره، طبعا لازم يبقى عازل الحراره طبعا عشان ما ينفعش لو حد لمسه ولا حاجه، وفي نفس الوقت يستخدم الهواء الساخن في التخفيف، وبعد كده بخار، وبعد كده يتم التحكم بدرجه الحراره على حسب نوع القماش المطلوب، وبعد تخفيفه بيتم عمليه التبريد. طيب بيتم عمليه التبريد ليه بعد تخفيف القماش؟ عشان ما يحصلش اصفرار او يحصل بقع في القماش. يبقى انا قبل ما اخرج القماش للهواء الجوي لازم اعمل عمليه تبريد عشان ما يحصلش اصفرار او بقع للقماش. اعداد ماكينه الطباعه اتكلمنا عنها، اللي هو نظافه الاسطوانات النحاسيه وتزييتها وترتيب الاسطوانات على حسب اللون الفاتح والغامق. ده برضو مهم، موضوع ترتيب الاسطوانات ده مهم جدا يا شباب، ان احنا نرتب الاسطوانات ما بين الفاتح والغامق. واظبط الرسمه طبعا بعلامات محدده، واحرك الاسطوانه يمين ويسار لحد ما اظبط العلامات بتاعتي، وكمان اختبر سلاح السكينه اللون المناسب لنوع الرسمه بتاعتي وزاويه ارتكازه تبقى 45 درجه. خلي بالك ان لازم زاويه الارتكاز ما تبقاش قايمه، لان لسه احنا بنقول في علل لو زاويه ارتكازه كانت قايمه اللي هيحصل اني هبص الاقي اني يحصل تجريح في الاسطوانه، فلازم زاويه الارتكاز تبقى 45 درجه. بعد كده بنركب السكينه زيت الوبره وبنركب الاحواض ونبدا نشتغل على الماكينه. وبعد كده لو احنا بقى دخلنا فيه البخار بنفتح صمام البخار بتاعنا، يوجد التخفيف وتشغيل المراوح لدفع الهواء. واعداد ماكينه الطباعه برضه من القماش، واخد عينات من الرسمه اثناء التشغيل وده مهم جدا. وبعد كده نيجي على ماكينه الطباعه ذات الاسطوانات الرئيسيه. ده الشكل بتاعي بتاع ماكينه الطباعه بالاسطوانات الرئيسيه، وده البطانيه تقريبا افكار واحده، بس الفكره ان انا في الاسطوانات الرئيسيه او في الاسطوانات بتبقى كلها فوق بعضيها، دي بتديني ضغط اكبر والالوان بتبقى ورا بعضيها بشكل اسرع وافضل موجود عندي. مميزات المكنه ديت زي ما قلنا انها بتديني طباعه بشكل مهم جدا. يجي سؤال في الامتحان يقول لك ما هي مميزات ماكينه الطباعه بالاسطوانات الرئيسيه؟ اول حاجه عندي سرعه التشغيل، يبقى اول حاجه عندي ايه؟ سرعه التشغيل. تاني حاجه الاسطوانات تعمل بدون اعمده، عباره عن اسطوانات معدنيه مغطاه بالنحاس خفيفه الوزن وبالتالي سهله في الفك والتركيب. خلي بالك ان الاسطوانات اللي احنا كنا بنتكلم عنها اللي هي في ماكينه الاسطوانه النحاس اللي هي الافقيه، الاسطوانات بتاعتها بتبقى تقيله وفكها وتركيب بيبقى عمليه صعبه شويه، تمام؟ لكن في الرأسيه بيبقى فكها وتركيبها اسهل وفي نفس الوقت خفيفه ومفيش اعمده بقى ابدا اشيل عليها وتاخد حمل مني وتاخد وقت والكلام ده. تالت ميزه عندي الحصول على طباعه منتظمه، لان الاسطوانات بتعمل بضغط هيدروليكي. التانية كانت بتعمل بضغط ميكانيكي، التانية اللي هي الاسطوانات انا دايما بحب اقارن ما بين الاثنين وانا شغال. النحاسيه بتطبع بضغط ميكانيكي اللي هي الافقيه، لكن الرئيسيه بتشتغل بضغط هيدروليكي. كمان بتقلل من عيوب الناتجه من عمليه الطباعه، وبتضع الاسطوانات بالتكرار المظبوط ما بيبقاش فيه ترحيل كتير. كمان انتظام الطباعه وقله استهلاك السكاكين والطباعه، وكمان ضغط السكاكين بيبقى اقل وبيبقى بالهواء بقدر اتحكم فيه عن طريق الهواء، وسهوله الاشراف والمتابعه عليها. كمان سهولة ضبط وشد الأقمشة عليها. كمان بيها 8 اسطوانات نحاسية وتطبع حتى 160 سنتي. سرعة الماكينة تصل إلى 100 متر في الدقيقة. لكن حاجة مهمة جدا وده سؤال مهم جدا بالنسبة لي، طب إيه فايدة طباعة الاسطوانات الأفقية؟ يعني هي أحسن في إيه من الاسطوانات الرأسية؟ لما أنا كل المميزات دهيت موجودة عندي في الاسطوانات الرأسية. اولا في بعض الاقمشه ما بتتحملش الشد، الاسطوانات الرئيسيه بيبقى فيها شد عالي، لكن في بعض الاقمشه ما بتتحملش هذا الشد. كمان في بعض الاقمشه بيبقى ليها سمك، وكل ما القماش ليه سمك ما ينفعش يشتغل على الاقمشه الرئيسيه، يستخدم على طباعه الاقمشه الافقيه، ده بيبقى اسهل. كمان التصميمات ذات المساحات بيفضل انها تستخدم في ماكينه الطباعه الافقيه، يبقى المساحات الاقمشه اللي ليها سمك، الاقمشه اللي ما بتتحملش الضغط، كل دي من ضمن الحاجات اللي بتستخدم في كده.
كمان من ضمن المميزات بتاعه طباعه الاقمشه الافقيه انها بتدي وقت شويه للفرق ما بين التصميم وبعضه، فلو كانت التصميمات فيها مساحات اقدر تجفه وما يحصلش ممكن عمليه التلطيش. نيجي لطباعه بالسلندرات المحفوره المائله بزاويه 45، ده الشكل بتاعها اللي محفوره بزاويه 45، ده الشكل بتاعها. ادي الاسطوانات اهي، دي اسطوانات بتاعه الطباعه، دي الاسطوانات بتاعه الضغط، وادي اسطوانات الطباعه اهي موجوده عندي تمام. دي الاسطوانات اللي بتتحمل الضغط بتاعي، وادي الاسطوانات الطباعه، وادي الحوض اللي فيه الالوان، وادي الفرش اللي بتطلع على الحوض. مميزات المكنه دهيت، اول حاجه هنتكلم يجي لنا سؤال في الامتحان، يبقى ممكن يجي لي سؤال يقول لي ما هي مميزات المكنات الرأسية، يجي لي سؤال تاني ما هي مميزات الطباعة بمكنة السلندرات المحفورة المائلة، نقول له واحد تصلح لطباعة أقمشة التريكو لأن القماش يمر داخل الماكينة بدون شد حتى خمسة لون، اهي ابتدت تاخد صفات بقى منين؟ بتاخد صفات من الأفقية اهي تمام؟ اتنين في الأقمشة المنسوجة تصل الألوان إلى 8 ألوان، يبقى اول حاجه ان ما فيهاش شد فانا اقدر اطبع اقمشه التريكو، تاني حاجه ان انا اصل الى 8 ألوان، تالت حاجه عرض القماش المطبوع 2 متر، يعني التانيه كانت 160 الرأسيه كانت 160 المائله بقت 2 متر، يبقى انا لو قماش عندي عريض ممكن اشتغل فيه بالمائله. محيط الاسطوانه ممكن يصل الى 52 سنتي، يعني محيط الاسطوانه بتاعي ممكن يصل الى كام؟ 52 سنتي. سرعتها تصل الى 80 متر، بس هنا سرعتها هي ميزه فيها طبعا ان سرعتها برضو تعتبر سرعتها جيده، لكن هي اقل من الرأسيه. انا بقارن اهو عشان نراجع مع بعض، انا بقارن ما بين السلندرات المائله والرأسيه. وبتوفر الوقت وعدد العمال، ما بيبقاش عليها عمال كتير فعلا. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا جدا لازم نتناقش فيها مع بعض يا شباب، وهي عمليه الطباعه واخطاء عمليه الطباعه. عملية الطباعة من العمليات اللي قلنا فيها صباغة موضوعية للأقمشة، وبتنزل المكان فيه تصميم معين للأقمشة بتاعتي، وده بيخليني ان انا اتعرض ليه، لاني لو هي ما نزلتش في المكان بتاعي ده معناه ان بيبقى يحصل مشاكل كبيرة في عملية الطباعة، لاني كده انا ما حققتش الغرض من عملية الطباعة، لان الغرض من عملية الطباعة ان التصميمات بتاعتي تنزل في المكان اللي انا عايزه. طيب لو ما نزلتش في المكان اللي انا عايزه او خرجت بره الحدود اللي انا محددها، ده معناه ان بقى عندي عيوب في عمليه الطباعه تمام، او لو حصل تشرب زياده، او لو حصل مثلا وبره كانت موجوده في القماش، كل دي عيوب هناخدها مع بعض بالتفصيل. اول حاجه من عيب من عمليه عيوب الطباعه عدم ضبط خيوط السدا واللحمه بالقماش مما يجعل القماش بيه ورب، وعدم استقامه خيوط اللحمه مع السدا. يعني انا دلوقتي خيوط السدة خيوط طولية، خيوط السدة عندي دي خيوط طولية، اما خيوط اللحمة دي خيوط عرضية، يبقى خيوط السدة عندي خيوط ايه؟ طولية، اما خيوط اللحمة خيوط ايه؟ عرضية. فانا التصميم بتاعي او الاسطوانة بتاعتي انا نازل بيها بشكل مستقيم، فلو خيوط السدة وخيوط اللحمة ما كانتش موجودة عندي بشكل مستقيم وبقى حصل فيها اعوجاج بالشكل دهوت، ده معناه ان الطبعة اللي هي نازلة مستقيمة هتنزل معوجة على الخيوط، اجي اما القماش يرجع لعدلته تاني ابص الاقي الطبعه اتعوجت. يبقى اول حاجه لازم اراعيها وانا بظبط القماش بتاعي لما باجي افرد القماش على سطح الماكينه او على البطانيه اللي انا بتاخد مني القماش، لازم ما يبقاش القماش واخد ورب، لا ده لازم، وبالذات في اول جزء، يعني اول جزء لازم القماش يبقى مستقيم، احس ان خطوط السدة عامله زاويه قايمه مع البطانيه، وخيوط اللحمه خط مستقيم ما فيهوش اي ميل عن البطانيه، عشان لما تنزل الطبعه عليه تنزل بشكل مستقيم. تاني حاجه عندي او تاني عيب عندي عدم ضبط اسطوانه الطباعه. طب انا بقى دلوقتي خيوط السدة ده واللحمه داخله بشكل مستقيم، لكن اسطوانه الطباعه هي اللي مالت، اسطوانه الطباعه هي اللي حصل لها ايه؟ ميل، فهل ده ينفع؟ لا ما ينفعش برضه، يبقى لازم اضبط اسطوانه الطباعه. يبقى عدم ضبط اسطوانه الطباعه برضه ممكن يعمل لي مشاكل في عمليه الطباعه، او تقوس الاسطوانه، الاسطوانه استخدمتها كتير وحصل لها عمليه تقوس، ده معناه ان في اجزاء من التصميم لا اما ما تطبعش لا اما تطبع بشكل خفيف، فده برضو من المشاكل اللي بتقابلني في عمليه الطباعه بالاسطوانات. او يبقى في عيب في التصوير نفسه اما بصور التصميم على الاسطوانه. ده كده بالنسبه لعيوب التصميم. نيجي بقى لعيوب بتاعه هجره الالوان، وده بينتج عيب
من تأثير الألوان المتعاقبة خاصة في عملية التكفير زي درجة اللون وعمق الحفر عفوا ووضع اسطوانة الغسيل وضبط الأحواض الخاصة بالألوان ومدرعات ضبط سكينة الوبرة اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنها. كل ده بيسبب عيوب في عملية الطباعة. وخط سكينة إزالة اللون ممكن يعمل لي عيب في عملية الطباعة. يعني أنا لو أنا سكينة إزالة اللون ما بتحركش بحركة ترددية وحصل لها ثبات هتعمل لي خط في النص، فالخط ده يعمل إيه؟ يعمل مشكلة عندي في عملية الطباعة. أو ضربات السكاكين بتاعة اللون ممكن لو الترددات بقى بتاعتها عالية جدا وما بتشيلش اللون بشكل جيد، ده ممكن تعمل لي برضو عيوب تظهر في عملية الطباعة أو لو كان في تقوس للسلاح أو ضبط كرسي السكين. طيب لو في بقى خدش في اسطوانة الطباعة ده برضو يعمل عيب؟ اه طبعا لو في خدش في اسطوانة الطباعة برضو يعمل لي عيب في عملية الطباعة. او لو في تنميل في برضو عملية الطباعة، التنميل ده بيبقى نتيجة نقط بيضاء موجودة نتيجة عدم حاجة من الاتنين. التنميل ده بيبقى ليه عيبين يا شباب، لاما عيب في البطانية نفسها لاما عيب في اسطوانة الحفر. يعني لاما طبقات البطانية نفسها مش كلها ملساء ومش كلها مسامها مسدودة وفيها بعض المسام فيعمل لي نقط بيضاء، او في مثلا عيب في اسطوانة الحفر نفسها ما حصلش تغطية كاملة لطبقة النيكل كروم فتعمل لي برضو نقط بيضاء، او وجود بقى بعض المواد النشوية نتيجة عملية التحضير اللي موجودة في عملية الطباعة. طيب تشويه الرسم بيبقى نتيجة لإيه؟ لا يجي سؤال يقول لي اذكر اسباب، وده سؤال برضو مهم جدا بيجي في الامتحانات كتير، اذكر اسباب تشويه الرسم. 1 الضغط الزائد عن المطلوب في بطانية الكاوتشوك، 2 سيولة اللون، 3 الحفر العميق، 4 فقدان مرونة القماش للبطانية والدرفيل للضغط، 5 وجود نسبة رطوبة عالية بالبطانية. أعيدهم تاني لأنهم مهمين. أول حاجة الضغط الزائد عن المطلوب في بطانية الكاوتشوك، 2 سيولة اللون حيث أن اللون لازم يبقى متناسب مع لزوجة القماش، 3 الحفر العميق الأكثر من المطلوب أو فقد مرونة للقماش أو وجود نسبة في رطوبة العالية. طيب لو أنا عندي عيب للبراص المتني قبل الطباعة أعمل إيه؟ أبص ألاقي إن هو يعمل لي شريط في عملية الطباعة وشريط أبيض مش مطبوع. وفي بعض الأجزاء بقى بتبقى غير مطبوعة في التصميم، دي نتيجة لإما تآكل لإما اللون مغطهاش أو في وبرة موجودة فالتصميم منزلش بالشكل المناسب. وفي بقى ده اخر العيوب اللي موجوده عندي وهي عيوب التكفيف، ودي مهمه جدا لان لازم التكفيف درجه الحراره تبقى مناسبه لنوع القماش والعجينه اللي انا بستخدمها. يعني ما ينفعش تبقى زياده عن ما ينفعش تبقى درجه الحراره اعلى من درجه الحراره اللي يتحملها القماش، فطبعا تاثر على الخامه ممكن تعمل لها اصفرار، او كمان ما ينفعش تبقى مختلفة عن درجة الحرارة الكافية لتثبيت عجينة الطباعة أو الصبغة اللي أنا بستخدمها، لأن الصبغة مثلا نشطة غير الحمضية غير الأحواض غير الفات، كل عجينة من العجائن دهيت أو كل صبغة من الصبغات دهيت ليها طريقة في عملية التثبيت، وبناء عليه لازم درجة الحرارة تبقى مناسبة لهذه الصبغة، أو بقى تداخل الألوان مع بعضيها نتيجة عدم الجفاف الجيد أو عدم الرص الجيد. الصيانة الخاصة بمكنات الطباعة بتتم بأساسية وعملية وهنشوفها مع بعض. أول حاجة في أدوات الصيانة، وخلي بالك خلي بالك من نقطة مهمة جدا، إن ما ينفعش يجي لي امتحان بتاع آلات من غير ما يكلمني عن الصيانة. يعني سؤال الصيانة سؤال أساسي في امتحان الآلات، لأن أنا لو ما بعرفش الآلات ده هي بتعمل لها عملية صيانة إزاي يبقى أنا كده ما بعرفش في عملية الطباعة. مش مطلوب منك انك انت تعرف تعمل الصيانة بشكل حرفي، لكن تبقى عارف على الاقل العيب فين عشان لو في مشكلة تقدر توقفها وتبدأ تتدارك هذا العيب. طب ايه هي اسس الصيانة؟ اول حاجة عندي الكشف الدوري واليومي وتصليح ما يحتاجه الماكينة من اصلاح مباشر. 2 تنظيف اجزاء الماكينة بصفة مستمرة يوميا، يعني كل يوم لازم تنظف اجزاء الماكينة. ده انا مش عايز اقول كل يوم بس، ده انا عايز اقول ان كل ما بنقل من تصميم وتصميم لازم، يعني انا مثلا لو في اليوم عملت تصميمين لازم انظف الماكينه ما بين كل تصميم وتصميم عشان اختلاف الالوان واختلاف ايه اي حاجات ممكن تتاثر عن كده. حتى لو بغير مرياج اللون لازم برضو اعمل تنظيف للماكينه عشان اتخلص من الالوان اللي موجوده على الاسطوانه.
اجراء عمليات وتزييت وتشحيم الماكينه، ودي اساسيه في اي مكنه طباعه او صباغه او تجهيز. لازم اعمل عمليه تزييت وتشحيم بصفه دوريه للاجزاء اللي بيتم بيها الاحتكاك، واتبع طبعا الارشادات المتبعه في صيانه الماكينه، وغير المسامير والجلب والتروس التالفه بصفه مستمره، ومتابعه الوصلات بتاعه الانابيب البخار والغاز والكهرباء والتشغيل، وكمان الانابيب الموصله للميه والسوائل الكيميائيه. وكمان مهم جدا 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 جدا، وده مهم جدا يا شباب، ان انا وانا بهتم بالحاجات دي كلها ما اهتمش بيها بس، لا ده انا لازم اهتم بالوصلات اللي بتوصل للحاجات دي، يعني الوصلات، المواسير، الوصلات اللي هي بتدخل على الماكينه، الاحواض المغذيه، الرواكل اللي انا بطبع بيها، لو انا مثلا بطبع في الروتري اللي هنيجي نتكلم عليها، لو انا السكاكين لازم اراعي حده السكينه اشوف هي مستويه ولا لا، لو في اي مشاكل بتحرك بانتظام ولا لا، السكينه اللي هي بتاعت الوبر اشوفها ثابته ولا لا، كل الحاجات ديت لازم اعملها في صيانه الماكينه. مش بس كده، كمان المصافي بتاعت اللون، والمصافي بتاعت اللون دي مهمه جدا جدا جدا. ما ينفعش الحوض بتاع تغذيه اللون يخش عليه اللون من غير ما يبقى اللون متصفي، لان اللون لو ما حصلوش تصفيه هيبدا يعمل لي مشاكل في الطباعه، ويبدا يعمل لي تسديدات في اماكن معينه او على الاسطوانه نفسها، او يعمل لي عطل في السكاكين، ده ممكن كمان يجرح لي السكاكين اللي انا بشتغل بيها. فعشان كده لازم وحتما ولا بد اللون قبل ما يخش على الحوض اللي انا بطبع بيه لازم اللون يبقى معمول له تصفيه، وتصفيه جيده جدا. تمام، نخش على موضوع ماكينه ثانيه، هي ماكينه الطباعه بالشابلونات الدائريه او الروتري. ماكينه الطباعه بالروتري زي ما انتم شايفينها كده، ده المنظر الشكل العام بتاعها لبعض الماكينات. ده ادي الاسطوانه اهي بتاعه الطباعه، وادي الحوض اللي بيتغذى منه اللون، وفي طبعا تصفيه قبل ما بيخش على الحوض ده، وادي الوصله دي اللي بتروح على اللون، وادي الراكل اللي جوه اهو، ده اللي بيتحط بيخش جوه الاسطوانه عشان يبدا يطبع بيها. وعلى فكره انتوا برضو لو تحبوا الكلام ده هوت عشان تشوفوه بشكل مستفيض حتى قبل الامتحان، ممكن تخش تبص على فيديو كده مثلا عن طباعه الروتر او الكلام ده، ده هيسهل لك كتير قوي وانت بتتكلم عن الماكينه وانت بتعرف عن الماكينه. حتى لو جالك سؤال ما تبقاش عارفه قوي، لكن الفيديو اكيد هيفكرك بيه. زي ما بنتكلم مثلا في مراقبه الجوده وبنقول ان الصوره من العوامل المهمه جدا، او من التكنولوجيات المهمه جدا في عمليه الطباعه وعمليه الجوده، لان الصوره قلنا انها ممكن تنقل 1000 لون، يعني 1000 كلمه ممكن نختصرهم بصوره. فاحنا لو اتفرجنا على فيديو اكيد هيقدر يخلص لنا حاجات كتير جدا جدا، حتى لو في سؤال مش عارفينه ونقدر نجاوب عليه. مراحل اعداد الشابلونات الدائري، اول حاجه مكتب الرسم واعداد التصميم، تاني حاجه مكتب التصوير الفوتوغرافي، تلاتة التصوير على الشابلونات، اربعة الرتوش ولصق الحلقات، خمسة العينات بالالوان المختلفة. نبدأ بمكتب الرسم. تمام، نبدأ بمكتب الرسم مع بعض. ايه هو مكتب الرسم؟ مكتب الرسم ده اللي بعمل فيه التصميم. طبعا الشابلونات الدائرية، شابلونات او الروتري زي ما بيقولوها، الروتري من الشابلونات اللي بتستخدم كتير جدا جدا في الصناعة، بتستخدم بشكل قوي جدا، وتقريبا بقت محتلة الشغل بتاع الصناعة اللي موجود في مصر حاليا، لان غالبية الناس اللي بتطبع اتواب بتشتغل بيه ماكينة طباعة الروتري. طيب، من اهم ميزاتها ان الحريرة او الثقوب اللي موجودة في الشابلونات بتاعة الروتري اقدر اتحكم في حجمها، يعني ممكن يبقى عندي 120 في السنتي، 120 ثقب في السنتي، وممكن يبقى عندي 80، وممكن يبقى عندي 60، ممكن يبقى 50، فاقدر اتحكم في عدد الثقوب في السنتي الواحد، وبناء عليه اقدر اتحكم في كميه اللون اللي بتنزل، وكمان ده يخليني بيديني مرونه اكبر في التصميمات اللي انا بختارها. فعشان كده من ضمن المميزات الشابلونات الروتري القصه دي، فاقدر بيبقى عندي مرونه واختيار كبير جدا لجميع التصميمات اللي انا عايزها. طيب، مكتب الرسم بيعمل ايه؟ مكتب الرسم اللي بيعمله ان هو بيعمل التصميم بتاعه، وبعد كده بيشوف عرض الاسطوانه قد ايه، وعرض القماش اللي هشتغل بيه قد ايه. عشان ايه بقى؟ عشان يعرف عدد التكرارات اللي بيشتغل بيها. كمان لازم يبقى عارف محيط الاسطوانه بتاعته قد ايه، عشان محيط الاسطوانه هيعمل مساحه التصميم على قد محيط الاسطوانه، بحيث ان لازم مساحه الاسطوانه تقبل القسمه بعدد صحيح على لازم محيط الاسطوانه يقبل القسمه بعدد صحيح على مساحه التصميم. يبقى تاني،
محيط الاسطوانه لازم يقبل عدد صحيح، اما اجي اقسمه على مساحه التصميم لازم يطلع لي بعدد صحيح. لو طلع بكسر يبقى ده معناه ان في خطا في التصميم، ده دور مكتب الرسم. نخش لمكن التصوير على الشابلون الدائري. الشابلون الدائري بيبقى مصنوع من النيكل كروم، يعني الشابلونه نفسها مصنوعه من ايه؟ من ماده النيكل كروم. مميزاته قلنا المرونه، ثبات الابعاد، بيقاوم الاحتكاك وبيقاوم الكيماويات. يبقى احنا كده اهو، ده احنا اسطوانه النحاس كنا بنغطيها بطبقه النيكل كروم عشان تقاوم الاحتكاك وتقاوم الكيماويات. طيب احنا عملنا بقى شابلونه اللي هي الروتر دهيت من النيكل كروم، فهتقدر تقاوم الاحتكاك وتقدر تقاوم الكيماويات. يبقى مميزات الاسطوانات بتاعت الروتري، مش طباعه الروتري، لا، مميزات الشابلونه بتاعت الروتري ايه هي؟ واحد المرونه، اثنين ثبات الابعاد، ثلاثه مقاومه الاحتكاك والكيماويات. هنشوف كده، ادي عمليه اهي الغسيل بتاعت اسطوانات الروتري او الشابلونات الدائريه تمهيدا لعمليه الطباعه. هناخد بقى كده خطوه خطوه كده قبل ما نعملها. الاول حاجه بنغسل الشابلونه بتاعه الروتري عشان نمهد بقى ان احنا ندهنا بالماده الحساسه. ازاي بنعد الكلام ده؟ بنحط الشابلون الدائري داخل فرن درجة حرارته 140 درجة مئوية لمدة ساعتين، ونركب عليه حلقتين الألمونيوم طرفي الشابلون الدائري للحصول على الشكل الدائري المنتظم. يبقى احنا بناخد الاسطوانة بتاعت الروتري بنحطها داخل فرن درجة حرارته 140 درجة مئوية لمدة ساعتين، ونركب عليه الحلقات. بعد كده بنعمل ايه؟ بنغسل الشابلون بحمض الكروميك المشبع بقطعة من القماش البولي استر، ثم يشطب بالماء البارد، ثم نغسل الشابلون الدائري بمحلول 20% من الصودا الكاويه وذلك لمعدل اثار حمض الكروميك المتبقيه على الخامه، ويتم تجفيف الشابلون الدائري. طيب يجي سؤال في الامتحان يقول لك علل، لما علل غسيل شابلونه الدائريه بحمض الكروميك؟ ايه وظيفه حمض الكروميك هنا عشان ارد على العلل ده؟ وظيفه حمض الكروميك هنا ان لو في اي ميكروبات او في اي كائنات غير مرئيه موجوده على الخامه او في اي اتساخات موجوده على الخامه، حمض الكروميك ده بيقتلها ويتخلص منها تماما، بيقتلها ويتخلص منها ايه؟ تمام. عشان كده بعد ما بخلص الكلام ده بشطف الاسطوانه بتاعتي بميه بارده، وبعد كده هو بحطها في محلول صودا كوي عشان اعادل اثار الحمض الموجود. يبقى علل، يتم غسيل الاسطوانه بعد انتهاء تشبيع بصودا الكوي. ليه بغسل الاسطوانه بالصودا الكويه؟ عشان ازيل اثار الحمض الكروميك الموجوده على الخام. بعد كده بدهنا بقى بمستحلب التصوير عندي اللي هي ماده الحساس مضاف الى البيكرومات، وزي ما بدهن الشابلونه المسطحه عادي بحط ماده حساس بتاعتي وعليها البيكرومات بتاعتي، وادهن الشابلونه بشكل عادي بواسطه راكل للطباعه. راكل طبعا الراكل بتاعها مش راكل مستقيم، الراكل بتاعها راكل دائري بينزل بياخد الشابلونه من اولها لاخرها. خواص الماده الحساسه اللي انا بادئ بيها الشابلونه ديت لازم يبقى ليها خواص معينه. اول حاجه يبقى ليها مرونه عاليه. يجي سؤال في الامتحان يقول لك اذكر خواص الماده الحساسه المستخدمه في عمليه التصوير. اول حاجه يبقى ماده ذات مرونه عاليه، اثنين سهله التحضير وسهله التشغيل، مقاومه عاليه للمواد الكيميائيه، مقاومه عاليه للاحتكاك. بعد كده بجفف بقى الشابلونه في تيار من الهواء لمده ساعتين درجه حراره 30 درجه مئويه. يبقى انا كده دهنت الشابلونه، بعد كده بقى بدخلها في المجفف عشان اجففها درجه حراره 30 درجه مئويه. يعني انا بعد ما دهنتها يبقى انا كنت حاططها الاول 130 قبل الدهان خالص عشان اغسلها واشطفها والكلام ده. بعد كده اهوت بحطها ايه؟ بعملها ايه؟ بدهنها. بعد ما دهنتها بحطها بقى في درجه حراره 30 عشان تجف والماده الحساسه اللي تجف عليها. تمام؟ وبعد كده بقى جاهز للتصوير، وبعد كده بيتصور بالشكل زي ما انتم شايفين اهو، الشكل اللي قدامكم ده. ده بيقف هنا اهوت، وهنا بقى ايه بيحصل؟ لحظه اشوف السهم بس. ايوه هنا ده اهو، ده الضوء اللي بتبدا، الضوء ده مصدر للضوء، وادي الشابلونه وعليها الفيلم بتاعي، وابدا اعرضها للضوء، والشابلونه هنا بتلف بشكل مستمر، ما بتثبتش طبعا على مكان معين لكن بتفضل تلف طول ما هي شغاله، ومصدر الضوء ده هو بيفضل مفتوح عشان قدام هذه الشابلونه. بعرض بقى الشابلونه للضوء على حسب نوع التصميم، ونستخدم في الخطوط المساحات من 2 ل 5 دقائق تعريض للضوء، وفي المساحات الكبيره اللي هي بيبقى فيها كميات كبيره من التصميم بستخدم من 10 ل 15 دقيقه. وقت التصوير عندي حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه جدا لازم اتكلم عنها، وهي وقت التصوير. وقت التصوير مش بيتحكم فيه عامل واحد، ده بيتحكم فيه عده عوامل هي اللي بتتحكم معايا في وقت التصوير.
أول حاجة نوعية الإضاءة وقوتها. يعني لو أنا عندي إضاءة ضعيفة يبقى لازم أعرض لوقت كبير، طب لو أنا عندي إضاءة قوية لا يبقى لازم أعرض لوقت إيه؟ أقل. فنوع الإضاءة وقوتها ده مهم جدا في عملية التصوير. التصميم ومساحته، التصميم ومساحته، يعني كل ما التصميم كان فيه مساحات كبيرة يبقى أنا ده معناه إن أنا هعرض لوقت كبير، تصميم مساحات قليلة يبقى هعرض وقت أقل شوية، تمام؟ نوع الفيلم اللي أنا هلفف بيه الأسطوانة ودرجة شفافيته، يعني لو الفيلم السمك بتاعه عالي، لو الفيلم السمك بتاعه أو مش شفاف بشكل كافي يبقى أنا لازم أعرض لإضاءة أكبر عشان تقدر تتحكم في الفيلم. لو الفيلم شفاف بشكل كبير يبقى أنا هقلل في عملية الإضاءة. نوع الحساس المستخدم والبكرومات فيه وعدد الثقوب والشابلونات اللي احنا بنتكلم عليها. وطبعا برضو على فكرة يعني هنا في حاجة مهمة جدا لازم تبقى عارفينها، اولا موضوع ايه هي خطوات الشابلونات او ايه هي الخطوات او العوامل المؤثرة في وقت التصوير، ده سؤال مهم جدا وممكن يجي في الامتحان، ده حاجة مهمة. الحاجة التانية برضو كمان المهمة عندي ان انا اي عامل من العوامل دهيت مش بيبقى لوحده، يعني بيبقى مرتبط بالعوامل التانية. ده الطريقة اللي بركب بيها الشابلونات اهي بدايتها ونهايتها على الاسطوانة عشان بقى اعمل لها عملية الغسيل بعد انتهاء عملية التصوير. وبعد كده هو بيتم تركيب الشابلونات، بدهن بقى المادة الحساسة وبنفخها كويس قوي بالهواء عشان اقدر ادهن المادة الحساسة بشكل جيد، واشوف اراعي الصلبان وانا بحط التصميم بتاعي واراعي ما يبقاش فيه بصمات، وبعد كده الف الفيلم على الشابلون الدائري زي ما اتكلمنا عنه ولخصناه بشكل ملخص، ونغطي الاماكن الخارجه عن التصميم بان انا اعزلها عن الضوء عشان تقدر تتصلب. يتم رفع ايه بقى الحته دي مهمه جدا، ان انا برفع ضغط الهواء من داخل الاسطوانه المطاط 8/10 تقريبا، وبعد كده الف الشابلونه وافتح الاضاءه وادي الوقت اللازم للتصوير على حسب نوع السخارف والمساحات والمسطحات اللي موجوده معايا سواء كانت مساحات صغيره او مساحات كبيره. عند بدايه التصوير بعرض الشابلونه للضوء على حسب نوع التصميم بتاعي، والمساحات قلنا بتاخد وقت قد ايه معايا، وطريقة بقى تقسيم الشابلونة وعمل الصلبان ده مهم جدا، بنحدد منتصف الشابلون ونحدد مركز الشابلونة، وبعد كده نبدأ نشوف يمين قد ايه وشمال قد ايه عشان لازم التصميم بتاعي يبقى في النص يا شباب، ما ينفعش يبقى على طرف من الاطراف، وحدد المسافة بتاعتي ولازم بسيب حوالي 2 او 3 ملي من كل ناحية، وعند البداية سواء الطرف ده او الطرف ده بسيب حوالي 5 سنتي، احدد الشابلونات بتاعتي وبعد كده اقسم الشابلون واعمل الصلبان بتاعتي على حسب ما انا عايز. كمان بقدر اقسم الشابلون واعمل الصلبان، والمرحله الاخيره بقى بحمص الشابلونه وابدا اصور، وبعد كده الصيانه قلنا لازم ننظف المكنات ولازم نستخدم انواع معينه من الزيوت والتشحيم ولازم نعمل الصيانه، وقلنا ان الصيانه سؤال مهم جدا 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 معانا في عمليه الطباعه بشكل مهم جدا، ولازم استبدل المسامير وكل. على فكره الصيانه بتاعت مكنات الطباعه بتاعت الصوانات النحاسيه هي بتاعت الشابلونات الدائري. وعندنا برضو جزء مهم الطباعة بالانتقال الحراري، هقوله بمختصر. طباعة بالانتقال الحراري عندنا طباعة بالانتقال الحراري بتعتمد على ان الورق بيتنقل على القماش بتاعي بطريقة التسامي، عن الصبغة بتتحول من الصورة الصلبة الى الصورة البخارية مرة واحدة ما بتمرش بالصورة السائلة، وببدأ انقلها على القماش بتاعي. مكنات برضو طباعة الانتقال الحراري مكنات بسيطة جدا، بس لازم القماش يبقى مشدود كويس جدا عشان اقدر اتخلص منه. بعد كده عندي في التبخير، عندي في تبخير وفي عندي في النجمة والفستونات والتبخير الأفقي والتبخير الرأسي. مكنات التبخير من المكنات المهمة جدا، لأن مثلا مكنة زي التبخير البرج مثلا دي بتاخد القماش بيبقى طول 10 سنتي وبيرجع طول 10 متر ويرجع 10 متر، ده معناه ان القماش جواها حوالي 20 متر. مكنة الاسطوانات العليا والسفلى مهم جدا ان يبقى في سربنتينات فوق موجودة تسخين عشان ما يحصلش عملية تكثيف لعملية البخار، ده مهم جدا. سؤال ممكن يجي لي سؤال علل موضوع السربنتينات، ان اللي موجوده في المكنه ده بيبقى ليها مدخل والقماش بيخرج من نفس المدخل. كمان المكنه دهيت بيبقى فيها اسطوانات من تحت وفيها سير عشان احط عندي القماش. اهم حاجه مهمه جدا 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 وانا براجع وبذاكر الماده بتاعتي، اني نخلي بالنا على قد ما نقدر من الرسومات اللي موجوده في الماكينه، نخلي بالنا من البيانات بتاعه هذه الرسومات، نخلي بالنا من الاسئله بتاعه العلل. مش لازم مهم جدا ان انا اقعد امسك الحاجه بتاعتي حرف حرف او امسك الكتاب بتاعي اقعد اقراه كله، لازم ابقى فاهم الاول المكنه بتشتغل ازاي عشان بعد كده لما اجي اقرا الكلام اللي موجود يبقى بالنسبه لي بسيط. اهم حاجه انكم تجاوبوا كويس جدا، محدش يخاف من الامتحان، الامتحان ان شاء الله يبقى بسيط وسهل عليكم، واتمنى ان شاء الله باذن الله كلنا ننجح في الامتحان دوت ونعدي بالدور الثاني على خير ومحدش فينا يقع، وان شاء الله باذن الله
تروحوا الجامعات او المعاهد او اللي فيكوا هينطلق لسوق العمل ويبدا يفتح مشروع رياده اعمال ليه، ده هيبقى شيء احسن كتير ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقكم الى ما يحب ويرضاه، وشكرا لحسن استماعكم، سلام عليكم.